الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مكملين مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء 13، الباب 13، بوزيسيوني ديل فيكولو سيل كاراجاتا مونوفرا ديسفولتا، موقع العربات على المسار ومناورة التجاوز والانعطاف. طيب النهاردة معانا الجزئية الأخيرة في الباب 13، الجزء الأخير نتكلم فيه النهاردة عن كورتيا. كورتيا اللي هي ظاهرة التظاهرات أو التجمعات. نشوف مع بعضنا كده موضوعنا النهاردة اللي هي كورتيا التظاهرات. لو احنا ماشيين في منطقة سكنية أو داخل المناطق السكنية وشفنا أي تجمعات بالمنظر ده، مظاهرة مثلا أو تجمعات من الناس، أو على سبيل المثال فيه جنازة في مراري أو أيا كان الموضوع، المهم فيه تجمعات. التجمعات دي اسمها الكورتية التظاهرات أو التجمعات. يبقى كواندو أو أبورتوني كي الكونديتشنت دو ان فيكولي كواندو ان اون شنتر ابيتاتو سي امبات ان اونا كورتية. يبقى هنا عند مصادفة سائق العربة لمظاهرة في منطقة سكنية من الأفضل، إيه هي الحاجات بقى اللي مفروض يعملها السواق لما يقابل تظاهرة مظاهرة أو يقابل بعض تجمعات من الناس في الشارع أو داخل منطقة سكنية؟ أفضل حاجة يعملها إيه أو سلوكه أو تصرفاته هتكون إيه؟ أول حاجة رقم واحد ديفي فيرمارسي سولدسترا اتندرو كي لا كارجاتا سي ليبرا. اول تصرف هتعمله انك هتتوقف على يمين الطريق وتستنى وتنتظر لحد لما المسار يبقى فاضي او الطريق يبقى فاضي. يبقى يجب عليك الوقوف على يمين الطريق وانتظار اخلاء المسار، ده التصرف الصحيح الاول. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ايه الاجراء الثاني اللي مطلوب ان انا اعمله؟ ديفي افيتاري سوناري الكلاكسون. ما تحاولش تستعمل الكلاكس، تجنب استعمال آلة التنبيه اللي هي الكلاكس. يعني ما تقولش للناس يلا فضوا الطريق او يخلموا الطريق وتستعمل آلة التنبيه الكلاكس. الكلام ده غير مسموح لك به. طيب كمان هنا تصرف اخر اعمل ايه؟ يجب علي تشيركاري اون استرادا لاتورالي بير افيتواري لانفيرسيوني دي مارشا. انت ما انتش عايز تنتظر بقى ومستعجل، تعمل ايه؟ شوف لك طريق او شارع جانبي ادخل فيه عشان تعمل فيه عكس اتجاه السير وترجع تاني. يعني شوف لك اي شارع جانبي تدخل فيه وتدور وتعمل انفيرسيوني دي مارشا وبعد كده تعكس اتجاه السير وتروح من طريق اخر. يبقى شركاري اون استرادا لاتورالي بير افيتواري الانفيرسيوني دي مارشا، عكس اتجاه السير ادور على شارع جانبي واعمل فيه عكس اتجاه السير. طيب كمان تصرف اخر ديفي اتشير تارسي بريما دي باساري كي سي ترانزيتو كومبليمنتاتو. يبقى هنا التصرف بتاعك قبل ما تكمل سيرك او قبل ما تعبر التاكد من مرور التظاهرة تماما قبل السير، لازم تتأكد ان الشارع فضي والناس مشيت وبعد كده اكمل السير بتاعي، ما كملش من قبل ما اتأكد من خلو او انفضاض التظاهرة. كمان اعمل ايه؟ نون فار الانفيرسيوني دي مارشا برنون انتراتشو الشيركولاسيوني. ما تحاولش انك تعكس اتجاه السير علشان خاطر ممكن العمل ده يسبب إعاقة لحركة السير. لو أنا في نفس الطريق هعكس اتجاه السير ممكن أسبب مشكلة أو إعاقة، فأنت عايز تعمل عكس اتجاه السير شوف لك طريق جانبي ادخل فيه واعكس اتجاه السير، لكن تعكس اتجاه السير في نفس المكان اللي موجود فيه الكورتية أو المظاهرة ده ممنوع. إفيتاري دي ريتروتشيدري سي لوستاكلو انفلوسو ديل سيركولاسيوني. برضه هنا ما تحاولش تعمل ريترو مارشا، روتشيدري يعني ريترو مارشا، تجنب السير للوراء لأن هذا التصرف يؤدي أيضا إلى إعاقة حركة السير. لو في إعاقة لحركة السير يبقى على طول ما نعملش
التصرفات دي. ديت السلوكيات اللي احنا بنتبعها كواندو تشيك كورتيا نيل شينتر ابيتا تم قبل مظاهره في المنطقه السكنيه. مع بعض ندخل ونشوف اسئلتنا النهارده ونطبق الكلام ده عملي في حل الاسئله. Quando in un centro abitato il conducente del veicolo si imbatte in una cortea, deve fermarsi su destra attendere che la carreggiata si libera. هنا بيقول لي عند مصادفة سائق العربة لمظاهرة في منطقة سكنية يجب عليه الوقوف في اليمين وانتظار إخلاء المسار فيرو. Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in una cortea deve evitare di suonare il clacson. عند مصادفة سائق العربية لمظاهرة في منطقة سكنية يجب عليه تجنب استعمال أو استخدام كلاكس السيارة فيرو. Opportuni che il conducente di un veicolo quando in un centro abitato si imbatte in una cortea imbocchi possibile una strada laterale perché la manovra possono essere fatta in minore corrette. هنا بيقول لي عند مصادفة سائق السيارة لمظاهرة في منطقة سكنية يجب عليك إذا كنت قريب من طريق جانبي من الممكن الدخول فيه لعكس اتجاه السير بشكل ايه؟ بشكل صحيح. اقول له برضو فيرو. Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in un cortile devi accertarsi prima di passare che esso si transetto completamente. هنا بيقول لي عند مصادفة سائق العربة لمظاهرة في منطقة سكنية يجب على السائق التأكد من مرورها تماما قبل السير وده برضه فيرو. اي اوبورتوني كي الكوندشنت دي اون فيكولي كواندو ان اون شنترو ابيتاتو سي امباتي دو اونا كورتي ايفيتاتو دي ريتروتشيدري سي تشي اوستاكولو الفلوسو ديل سيركولاسيوني. عند مصادفه سائق العربه لمظاهره في منطقه سكنيه من الافضل ان يتجنب السير الى الوراء إذا أعاق ذلك حركة السير. أقول له فيرو. إي أوبورتوني كي الكوندشنت دي أون فيكولي كواندو أون سنترو أبيتاتو سي إمباتي دو أون كورتيو نون فاش إنفيرسيوني دي مارشا كوالورا شي كوستيتويشي إنتراتشو الشيركولاسيوني. عند مصادفة سائق العربة لمظاهرة في منطقة سكنية من الأفضل عدم عكس اتجاه السير لتجنب إعاقة حركة المرور وده برضو فيرو. Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo deve suonare discorrettamente onde avvertire il corto di fare cercare il più presto l'ingombro. بيقول لي هنا إيه؟ عند تواجد ظاهرة أو تظاهرة في منطقة سكنية يمكن لسائق العربية استخدام ديفي سوناري ديسكوركتامنت يمكن له استعمال أو استخدام كلاكس السيارة شيئا ما يعني واحدة واحدة كده لتنبيه المتظاهرين بإخلاء الطريق في أقرب وقت ممكن. الكلام ده هيبقى فالسو. ديفي سوناري على طول هقول له فالسو. Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in una cortea deve regolarsi il basso e il suo destinata altro passando interrompendo qualora sia possibile. يعني ايه؟ عند تواجد تظاهرة في منطقة سكنية يمكن لسائق العربية أن يواصل السير أو أن يتوقف حسب كثافة المظاهرة يعني على حسب العدد الموجود. طبعا الكلام ده هيبقى برضو فالسو. أبورتوني كي الكوندشنت دون فيكولي كواندو إن أون كورتيا إن شنترو أبيتاتو سي إمتي إن أون كورتيا سي بروبيو أنو مولتو فريتا باسا رابيتامنت وزاندو الكلاكسون إن منوري كونتينوا.
هنا بيقول لي عند تواجد أو من الأفضل عند مصادفة سائق العربة لتظاهرة في منطقة سكنية، إن كان مستعجل، لو كان مستعجل يعني إن هو يمر بسرعة مع استعمال الكلاكس بشكل كونتينو ومستمر. طبعا الكلام ده برضو فالسو. أبورتوني كي الكونديشنت دي اون فيكولي كواندو إن شوينتر أبيتاتو سي إمبات دي اون كورتيه أتشندري لالوتشا دي بروفونداتو بير فيديري ميليو إي فيتاري دينشي دينتي. عند أو من الأفضل عند مصادفة سائق العربية لسائق لتظاهرة أو لمظاهرة في منطقة مسكونة أو منطقة سكنية، أن يشعل أضواء الضباب، أن يشعل أضواء الضباب أتشندري لالوتشا بروفونداتو الضوء العالي، أن يشعل الضوء العالي لتحسين الرؤية وتجنب الحوادث. طبعا الكلام ده برضه هيبقى فالسو. quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte di una cortea deve procedere rapidamente fino di prima del prima incrocio. يجب أو عند تواجد تظاهرة في منطقة مسكونة يجب على سائق العربية أن يرجع للخلف إلى أن يصل إلى أول تقاطع. برضو فالسو. quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte di una cortea deve كرياري ديفيد شيركاري دي فارلو استرادا دي فارس استرادا انترومبندو الكورتيا ما نون ما كون استرم برودنسا. يجب على سائق العربية عند مصادفة تظاهرة في منطقة مسكونة أو منطقة سكنية أن يجد طريقا للمرور من خلالها مع توخي الحذر، يعني يدخل في وسطهم كده بس ياخد باله. طبعا الكلام ده هيبقى فالسو. ده كان آخر سؤال معنا النهاردة في كورتية مظاهرة أو تجمعات للناس، سواء كانت تجمعات مظاهرة أو ميتم أو أيا كان، مناورة عسكرية أو احتفال عسكري في بعض من الناس أو مجموعة من الناس، يبقى ديت سلوكياتنا الصحيحة اللي احنا يجب علينا اتباعها عند مصادفة سائق العربة لمظاهرة في منطقة سكنية. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.